طبعا الايفنت مقسوم شقين، شق ناحيه نفسيه مع استاذ مساعد الدكتور ايمان حشاد، والجزء التطبيقات العمليه، تحويل النظريه للتطبيق وكيفيه مواجهه التحرشات والسرقات والمواقف التي تتعرض لها اي انثى موجوده، سواء كنت في الشارع او تعرض تحرش جسدي او سرقه، او وانت بتركبي العربيه بتاعتك، او ازاي تقدري تدافع عن نفسك وانت في الشارع، معاكي انت كطالبه معاكي السكتش بتاعك، ازاي ادافع بيه عن نفسي، مفاتيح بتاعه البيت او العربيه ازاي ادافع بيها عن نفسي في الشتاء، لو معايا شمسيه ازاي ادافع بيها عن نفسي، الشنطه بتاعتي لو حد جاي يمسكها ازاي. عن طريق هناخد الجزء اللي هو اماكن الضعف في جسم الانسان، وتنقسم لثلاث اجزاء: الوضع الامامي والوضع الجانبي والوضع الخلفي، وكيفيه تعلم الحركات اللي هي عكس المفصل باقل قوه، وكيفيه تنميه الثقه بالنفس واستغلال الجانب النفسي للمعتدي ان انا اقدر ازاي ادافع عن نفسي بيه. عنصر المفاجاه اللي حضرتك بتتكلمي عليه دوت احنا بنسميه عندنا في علم النفس الصدمه. الصدمه دي اللي بتصاب بيها الضحيه بقى اللي بيقع عليها الاعتداء، ليها طرق كتير. اولا ان احنا ناهلها انها ما يحصل لهاش صدمه ازاي، وده هنقوله النهارده في الندوه. الحاجه الثانيه اذا وقعت فعلا في الصدمه جراء الاعتداء ازاي تتصرف، وازاي انها تواجه الصدمه والاعتداء ده بشكل كويس، بشكل انها تقدر تدافع بيه عن نفسها، بشكل ممكن تمنع الاعتداء اصلا ان شاء الله. احنا كعائله نادي الاهلي بنفكر في كل المواضيع او التوبك اللي بتهم اعضاء النادي الاهلي، واحنا كلجنه مرأة بنختص بالحاجات الخاصه بالمراه شويه. فالفتره الاخيره العنف ضد المراه زاد قوي، مش العنف بتاع زمان المعروف اللي هو العنف الجسدي او كده، ممكن اللفظي، ممكن حد يقول لك كلمه، ممكن ابتزاز عن طريق التليفون، ممكن مسج. فاحنا عايزين نعود البنت طول ما هي ماشيه او بيجي لها حاجه ازاي ترد، بنت سيده، عشان نبقى حاسين بالامان عليهم شويه. زي ما انت شايفه في كذا حوادث قريبه منا بتدل على ان في مشاكل عندنا كمجتمع، فاحنا كدورنا المجتمعي بنحط اسس ان البنت ازاي تحمي نفسها. حد قال لك كلمه وانت ماشيه، عمل حاجه، حتى وانت في عربيتك دلوقتي ما بقتش حاسه ان انت سافتي زي الاول يعني. فاحنا بنحاول نخليها تاخد حركات او اساسيات ازاي تحمي نفسها، سواء باللفظ سواء بالحركه، الحركه السريعه، او يبقى عندها رياكشن. اولا معانا دكتور ايمان حشاد، دي مسؤوله عن مناهضه العنف ضد المراه في جامعة السادات، ومعنا كمان دكتور حسن ده خبير قتالي دولي، هو واخد بيدي كورسز اصلا اللي هي الويندو اللي هو ازاي تحمي نفسك لكل بنت. فاحنا النهارده جايين ندي الاساسيات بتاعتها عشان بعد كده كل بنت تحب تسجل نفسها او تعمل الحاجات دي بعد كده ان شاء الله.